وشوشة. شاهي من الشخصيات لما قريتها في الأول بصراحة، يعني خليني أكمل على كلام والدي لما بيتكلم في حتة الورق، كان بقالي كتير قوي ما قريتش الشخصية فيها، كل شوية حاجة بتتغير، كل شوية في ups and downs، يعني مش هي مش شخصية مش ما فيهاش مونوتون، يعني مش هتفضلي حاسة بالملل أو بالزهق وانت بتمثلي، يعني أنا بتكلم عن نفسي حتى وأنا كبمثل الشخصية. شاهي من الشخصيات اللي ما اقدرش اقولك عليها شريرة، يعني كل واحد لازم يشوفها من منطلق خاص بوجهة نظره هو، بس أنا تعاطفت مع شاهي أو مع شهيرة لأنه لما قريتها كان عندي فرصة كويسة على الورق إني أفهمها كويس، أفهم الباكجراوند بتاعت الشخصية، أفهم هي ليه تبان من بره حادة ولاقيلها أسباب. ده جزء من عملية اللي هي إزاي أذاكر الدور أو إزاي أوصل لروح تفاصيل بين السطور بالظبط، وإزاي أوصل لروح الشخصية اللي أنا هبدأ أتعامل بيها مع الناس. وبما إن شخصية مش سهلة وفيها تفاصيل كتير، شفت فيها فرصة كويسة جدا إني أشتغل على أدائي وإنه أنضج بأدائي وإنه أشوف لنفسي طريقة جديدة في التمثيل من خلال شاهي، وده كان متيسر لي لأنه الدور كان مكتوب حلو جدا. ومش بقول كده فعشان والدي، لا بقول لأنه المسلسل عادة لما ندخل نصور بيبقى معانا 5 أو 10 حلقات من المسلسل، وبعدين بنصور وفي النص المسلسل بيكمل، فاحنا شغالين بنتفاجئ بالاحداث. يعني انا كممثل ما بقى مش عارف هموت هعيش هبسط هفرح، المشهد الجاي ده انا مفروض حالتي او ادائي في اي منطقه، انما لما بيكون عندك دور كامل من الاول للاخر مسلسل 30 كامل، حلقه كانوا موجودين 30 قبل التصوير، فتقرا فتذاكر فتخطط تعمل مراحل للشخصيه، لانه دي من الحاجات اللي انا بواجهها بقى لما اجي اشتغل ورق مش كامل بيصوروا مش عارف فدلوقتي ده بيدي فرصه اني اذاكر واتحضر كويس للدور، ودي كانت فرصه متاحه ليا بس الحقيقه في مملكه الغجر. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.